ناصر بوريطة. الملك أعطى تعليمات للوفد المغربي بالعمل البناء في القمة العربية رغم عدم حضوره. قال ناصر بوريطة وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن إضاحة الجزائر بشأن أزمة بتر خريطة المغرب لم تكن مقنعة. وأضاف بوريطة في تصريحات لقناة العربية أن ثلث الوفد الإعلامي المغربي وصل للجزائر وعاد من المطار لسبب غير واضح. وذكر وزير الخارجية المغربية أن الجامعة العربية هي قناة تواصل الوحيدة مع الجزائر حاليا، مضيفا أن القمة العربية هي حدث رئيسي لكنها لا تختزل العمل العربي المشترك. ناصر بوريطة أكد أن الملك أعطى تعليماته للوفد المغربي بالعمل البناء رغم عدم حضوره. نشكركم على حسن المتابعة.